دير شدي انت تما شدي. السلام عليكم ورحمه الله بيك ستور الدار البيضاء. اليوم البدايه ديال لا سيزون الحمد لله. اذا برومو جديده عروض خياليه دائما تكسر الاسعار بامتياز. البدايه من هذا السبب ديال هذه جلد 100% وبقاو تبيعوا 300 و350. اليوم غندير لها واحد الثمن صدمه. شفتوا البرومو ديال 50 درهم مازال مستمر ولكن السبب ديالها ديال الجلد وبحال هكا واسورتي مع هذه ودير 99 درهم ما يمكنش. ولكن بلاتي قبل من كل شيء لوكاليزاسيون نرجعوا عندنا مفاجات للصغار للكبار. برومو ديال 50 درهم عندنا اونسومبل بثمن قهوه. ناس الدار البيضاء دائما المتعه مع بيك ستور. خوكم سعيد جا جمع لافير تسناو. اذا بالنسبه لبيك ستور الدار البيضاء ربما انها ولات غنيه عن التعريف. شوف هذه اللبسه هذه كامله 290 درهم بالسبرديله بكل شيء. كتسول انت تقول واش بالسبرديله؟ السبرديله بكل شيء 290 درهم. كيفاش درتي ليها؟ الله اعلم. الكاليتي المليحه مزيان، كاليتي طالعه الحمد لله، كونتيتي ليميتي ولكن خصكم تسارعوا. اذا بالنسبه للفير ديال بيك ستور الدار البيضاء الولفه، هذا هو مونبوان ديال الشهديه كتواجدوا. خلاص مونبوان ديال الشهديه هو هذا مختبر التحليل الطبي الشهديه. حق فلاحي شرطه داروا صريح مع جارنا بطبيعه الحال. بيك ستور اللي بيع الملابس الجاهزه رقم واحد لتكسير الاسعار في المغرب. احسن ما كاين جبنا لكم الكاليتي يعني البدايه ديال لا سيزون. هاد السيرفات هادي اونسومبل غتاخذها ب 400 500 درهم، هنا غتاخذها ب 4000. بالنسبه للباسكيت السبرديل ديال 300 و350 غتاخذها ب 99 درهم. ولكن اجي شوف الكمال بالنسبه لوليدات الصغار. بزاف الناس كانوا يسولونا على لي جيلي ديال الصغار. الحمد لله الكونتيتي جات يعني اليمونتينا البوان دو فونت ديالنا بيك ستور الدار البيضاء 69 درهم. غتلبس من عامين الى حتى 18 عام الجيلي تقريبا فيه واحد اكثر من خمسه ديال لي كولور يعني لي كولور بازيك. كنهضروا على لي كولور دو باز بحال مثلا الكحل الكري وزايد عليه الموطارد والخزي يعني الفير ارمي. وجاو كولورات جداد يعني من العامين الى حتى 18 عام 69 درهم. راه ما كاينش هاد الثمن هذا في المغرب كامل. ملي كنقولوا جيلي بحال ما هكا لو سين ديالو كما كتشوف الكتريك. كنجي لهنا كنلقى عنده سنيسله ديال الجم مخدوم بحال الاصلي. ملي كنجي لهنا كنلقى سنيسله طويله وكنسير وليدي من البرد فقط 69 درهم عند بيك ستور اللي يبيع الملابس الجاهزه. النوار ديجا شوف الفير ارمي هو هذا كما كتشوفوا. كاينه دو مارك، كاينه هذاك لوسين وكاينه هذا لوسين هنا يعني كنهضروا على ليسين اللي هما طوندونس. ارخص ثمن عند خوكم سعيد 69 درهم غتلبسوا وليداتكم. اذا مفاجات قلنا للصغار عندنا بزاف ديال 69 درهم. 69 درهم اقل من وريقه ديال 100 درهم يعني عندك ستارتير بحال هادي بحال ديال الكبار غتلبس بحالك بحال باباك. عندها جويب حتى هي هنا من عامين حتى 18 عام ثمن حتى هي 69 درهم. بالنسبه للوليدات بالنسبه لي كولور كاينه فيها واحد 3 كولور لحد الان من عامين حتى 18 سنه. واحد الموطار كاع ما بان لي راه عندك فيها تقريبا 5 ديال لي كولور. ها اللهم بارك وزيد في ذلك 69 درهم بالنسبه للوليدات. كاين عاوتاني واحد الكاليتي وحده اخرى ديال لي ستارتير. كاينه موديلات مختلفين يعني انت اللي غادي تختار. كاينه بحال هذا لو ستيل هذا كاشمير شو تبارك الله ما غاديش نعزوها فيكم حتى هي ب 69 درهم. كاينه هنا دي زارتيك اللي كانت 200 250 دابا غادي تلبس وليدك ارخص ثمن بحال هذه ستارتير دومي سيزون يعني ديال الوقيته البدايه ديال لا سيزون دائما فيها الربح مع بيك ستور 69 درهم. هادشي اللي كتشوف معايا 69 درهم. بغينا الوليدات كاملين يلبسوا، الوليدات كاملين يفرحوا نزولا عن الطلب ديال الزبائن ديالنا الكرام. شفنا لي كومونتير ديالهم واش كاينه الوليدات واش كديهم غير في باس واش الناس ديال باس بوحدهم اللي كتفرحوهم. الوليدات ديالنا ما يلبسوش حتى الوليدات ديال كازا غيلبسوا 69 درهم ستارتير بحال هادي لي مونغا ناروتو اكسيتيرا. نجيمات عاوتاني شحال 69 درهم. بالنسبه لي زونسومبل الدراري نمشيو بعدا لي سويت. كاينه لي سويت ديال الصغار اشكال والوان عندكم بزاف ديال 69 درهم يعني في الكاليتي طالعه بزاف. عاد نمشيو للكبار، الكبار عندنا المفاجاه 69 درهم بالنسبه للوليدات. هذا العرض هذا ان شاء الله غينطلق من اليوم الاثنين وغيسالي نهار الخميس ليلا. يعني كتاخذ الكاليتي الزوينه في السويت توب فوطا. ملي كيكون توب فوطا كنعرفوا ان العلامه ديال الجوده وصبن وعاوز. ها خويا بسم الله الجديد الجديد شو الجديد ها
الجديد الجديد بالنسبه للوليدات هاك دومي سيزون غتلبسهم احسن اونصومبل احسن ثمن عند من عند بيك ستور اللي يبيع الملابس الجاهزه ماشي غير الوليدات الصغار عندنا لي زونصومبل حتى ديال الكبار ها لونصومبل ديالك تفضل سيدي مرحبا بك ها لونصومبل عاوتاني ديال الصغيوين شوف شوف معايا هنايا من عامين حتى 18 عام شنو غتلبسهم لونصومبل ديال الوليدات الصغار وصل الى الدار البيضاء هاك اخويا عاد ندوزو دابا للكباب الكباب لي بولو مازال مصمم العرض فيهم 49 درهم الى غايه يوم الخميس ليلا كنهضروا على جوج ديال لي كاتيجوري ديال لي طاي كنهضروا على من السمول حتى الدوبل اكس لارج ومن الكات اكس لارج الى حتى السيس اكس لارج يعني دوبل 3 4 5 6 لي غون طاي حتى هما 49 درهم هذه المفاجاه هذه هي لافير كاليتي مزيانه في البولو شوف معايا البولو كيفاش داير الحمد لله كما عهدتمونا الجوده العاليه والاثمنه جد منخفضه 49 درهم بالنسبه عاوتاني لي تيشيرت نحاولوا نزربوا شحال تقريبا وصلتيها مروان من دقيقه 6 دقائق مازال اذا خير مازال موجود بالنسبه لي سويت حتى هما موجودين شو لي سويت كيفاش دايرين كوليكسيون جديده دابا كنوريكم اي كوليكسيون دخلات داكشي اللي كتشوف كتلقاوه 250 300 بيك ستور دائما ربع ثمن كتمس اجود ما كاين المفاجاه هي السبرديله السبرديله 100% كوير الكوير الدراري مي كنقول لكم كوير راه كوير ديال بصح من 40 حتى ل 45 كاين حتى ل 45 ماشي 44 وكاينه واحد الكونتيتي بغيناكم تستافدوا منها اللي غيجي الاول هو اللي غادي يربح ما تجيش عندي مثلا تفوت الخميس وتقول لي جيت وما لقيتش اولا سالات شو هذا اش هذا الخيرات هذه الحمد لله اذا اجود انواع المنتوجات فقط عند بيك ستور بالنسبه لي تيشيرت حاليا عندكم جوج ديال لي تيشيرت غتدخلوها تاخذ تيشيرت نصكم واحد 49 درهم ثلاثه ب 100 درهم واحد 49 درهم ثلاثه ب 99 درهم اذا ركزوا معايا اجود انواع تيشيرت 100% كوتون ميم تلبس بوك منه انفيست ولا شي حاجه ما كاينش مشكل شنو كاين 49 درهم واحد ثلاثه 99 يعني خرجنا على المعادله الحقيقيه كنعرفوا حنا 49 زائد 49 هي 99 درهم ياك دابا لا 98 قول 100 درهم دابا لا 3.99 هذه راه اصليه المهم عندكم لي تيشيرت مخلطين بزاف ديال لي موتيف بزاف ديال الطبيعات احسن الماركات بعدا لي مارك غير المزيانين كنهضروا على الكاليتي طالعه بزاف في الثوب الكادو ديالكم هذا 49 درهم و3.99 اري يا خويا باشا اري خويا لي زونسومبل لي زونسومبل ديال الفراقي واحد لونسومبل الحمد لله لقى واحد الاقبال كبير عطينا خويا في العلاقات انا الحمد لله لقى واحد الاقبال كبير وعاودنا اليمونتينا بي بون دو فونت ديالنا غنقصوا منه دابا تفضل سيدي مرحبا بك كاينه من السمول حتى للدوبل اكس لارج بغيتي تلبس وليدك اجود ما كاين غاديروا لبسه كامله ب 99 درهم كيفاش انا نوريك كي دايره عطيني اخويا شي وحيده هادو يلا غنديرو لهم دابا البرومو هادي هي شوفي هادي هي والسروال ديالها 99 درهم السروال بوحدو كان كيدير 130 هادشي هذا دابا اللي بغى يستافد يستافد حيت بزاف ديال الناس كيشكوا في هاد البرومو هذا حيت كيقول لك مستحيل يكون السروال بحال هكا هذا راه غير الاكس لارج يعني كاين من السمول حتى دوبل اكس لارج هذا غير السروال كيدير مثلا 150 اولا 130 هذا غير السروال والفوق ديالو بوحدو عاوتاني كيدير 150 130 يعني الاونسومبل خصو يكون 300 ولا 250 حنا دايرين لواحد الثمن لا يصدق 99 درهم اونسومبل 100 درهم وكاليتي مزيانه وهذه طرزه وهذه سلسله ديال 99 الله اعلم هاك اخويا عطيني اللون الاخر بالنسبه للكولور ديالهم اه 99 درهم صحتك اهلا صحتك هانيه هانيه صحتك تبغي البيض ولا الزرق؟ شوف اللي بغيتي صافي وانا جيت نقص لك انت مرحبا مرحبا هانت شو لونسومبل اللهم بارك سي با لا كابيتال سي مارساي بيبي 99 درهم بالنسبه للبيض حتى هو كاين البرومو ديال اليوم هو ديال هذا السوفيت هذه السوفيت ديال الفاشن الخوت قبل ما نكملوا عندنا بعدا واحد 3 بوند عاد غندخلوا حتى هي البرومو ان شاء الله عاد نمشيو معكم لهذه هذه نخليوها هي الاخرى هذه المفاجاه لابس منها وحده
كاليتي ديالها تري بون كاليتي سيرفيت ديال 500 ديال 450 اقل ثمن عند بيك ستور. نمشيو لهادي هادي راه كتمشي هي والسروال ديالها. كنهضروا على الطوابون درا معروفه كاينه النوار وكاينه الغوج بطبيعه الحال. الثمن ما بقاش ديك 250 ولا 149 درهم الى غايه يوم الخامس ليلا نهار الخميس يدار البرومو. بالنسبه للنوفل كوليكسيون عاوتاني ديال لي كابوش فوالا اللي بغى يسخن كنهضروا على توب انفيزيبل سخون ورطب. راكم عارفين هاد التوب هذا ملي كنجيو لهنا كنلقاو ديك الخيوطه ديال بصح يعني مخدومين على الاصلي والطريزه نقيه. وبالنسبه لي كولور راه كاين اكثر من 20 كولور يعني كنهضروا على الوان تدرج ديال الالوان. ما يجيش شي فيلسوف يقول لي لا الالوان حدهم سبعه ولا حدهم ثمانيه. تدرج ديال الالوان مثلا كتلقى المامو البيج كتلقى فيه قهوه حليب كتلقى فيه عاوتاني البلون كاسي كتمشي عاوتاني الاورانج كتلقى الغوج بغي كتلقى الاورانج كتلقى الاحمر كتلقى عاوتاني الفيغ كتلقى عاوتاني البيستاج. يعني كاع لي كولور كاينين من سمول حتى الدوبل اكس لارج كوليكسيون جديده فوالا الكري ديالها ليكو ابار لي كولور دو باز يعني كنهضروا على البلون والنواغ والكري هادو دائما كاينين من سمول حتى الدوبل اكس لارج. ولكن كتلبس كابيش نوريكم غير شويه بزاف نظاما لضيق الوقت. المهم كوليكسيون جديده وصلت الى الدار البيضاء الولفه. رجعوا معايا لهنا لي كولور ها اللي قلت لكم الا بغيتوا لي كولور اللي هما مفتوحين. وهادو الملحوظه كيلبسوا انيسكس يعني كتلبسهم المراه وكيلبسهم حتى الراجل. توب كما كتشوف معايا ركز معايا على هاد الوريضه هادي مطروزه بعنايه. كوليكسيون الاخرى ارخص ثمن. المفاجاه شنو قلنا هادي ما كناش باغيين نقولوا ثمن ولكن دابا نخليوها مفاجاه. حنا من احتراما لبزاف ديال لي فوندور اللي كاينين مثلا كيبيعوا الملابس الجاهزه بداو يبيعوا بثمن اللي هو طالع. علاش هاد التوب هذا اللي كتشوف معايا هنايا فوطه. شوف معايا التوب هنا توب فوطه يعني صبن وعاود لي طاي مصمول حتى الدوبل اكس لارج. ملي كنجي نشوف هنا لو موتيف كنلقاه مطروز مخدوم بعنايه سيرفات ديال بصح بحال هذه اللي كتشوف هنايا. عرفتي شنو غنديروا لها 199 درهم الفوق والتحت سيرفات ديال 400 درهم ولكن كونتي دي ليميتي يعني كميه محدوده. بالنسبه لهاد السبب ديالها هادي هاي شوف حيده اسمح لي امو خور تحت غير اجي الثمن ديالك انت بوحدو اشوف كي جاتك اش هاي تبان معايا في فيديو اش ها الحطه ها اللي هو بيسكون بويله شتي كي جات كي جاتك واحد ناضيه صحتك صحيح ما لا 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 باش مع الصابون ومع داكشي باش منين تطلق يلا تجي هي هادي. بالنسبه للسبب ديالها السبب ديالها هادي 100% كوير كما كتشوف معايا الكوير هذا راه ماشي سكاي. السبب ديالها ديال 300 350 اليوم غتاخذوها ب 99 درهم 99 درهم. اذا هنا هذا جهدي عليكم وها هو يغادر في حفظ الله ورعايته.